بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. من خلال هذا الفيديو غنشرح لكم طريقه كيفاش غتفهم درس نهايه الالتزام للمستوى الثاني بكالوريا. كل الشعب العلميه كيحتاجوه، راه سواء علوم تجريبيه، علوم رياضيه، علوم تقنيه، علوم اقتصاديه، كل الشعب العلميه غتحتاج هذا الدرس هذا. اذا كيفاش نفهمه مزيان درس نهايه الالتزام للثانيه بكالوريا علوم بصفه عامه؟ اول حاجه الله يرضي عليكم، اللي عنده مشكل في النهايات خصو يحيد المشكل تاع النهايات، حساب النهايات خاص تحيد هذا المشكل، ما خصوش يبقى عندك نهائيا. كيفاش نحيد هذا المشكل؟ الحل هو عندنا في الموقع، مش عند المستويات الثانوي ولا باك علمي، بكل بساطه تمشي عند حساب النهايات او نهايات داله عدديه، كتكليك هنا نهايات داله عدديه، ما تخسر حتى شي حاجه انك تبدا من دابا تراجع وتضبط الامور من دابا، حيد عليك المشاكل، حيدهم عليك. تصور هذا الدرس هذا غتحتاجو العام كامل، في كل الدروس ديال التحليل غتحتاجو، كل الدروس ديال التحليل غتحتاج فيه درس النهايات، اشتقاق، نهايات والاتصال، الى يعني كل الفروع على نهاية، كل الدروس ديال التحليل الا وغادي تحتاج فيها درس نتاع نهايات داله عدديه. كل حاجه تتعلق بالدوال كتحتاج فيها درس تاع نهايات داله عدديه. اذا ضروري تفهم هذا الدرس، الا عندك مشكل خصك تفهمه، خصك تكون عارف تحسب يعني نهايه داله حدوديه، داله جذريه، داله لا جذريه، داله مثلثيه، داله مركبه، الى غير ذلك. يعني خصك تعرف تحسب النهايات. ولذلك يعني انا وضعت لكم هنايا واحد العدد كبير من الفيديوهات، ماشي بالضروره تقراها كامله ولا تفرج فيها كامله، لا، يكفيك مثلا الدرس ديال نهايه داله جذريه، يكفيك الا فهمت غير الشرح في الاول، نهاية الدالة الجذرية غير الشرح، هي هذا الشرح بلا ما تبقى تتبع دوك التمارين الاخرين. نهاية الدالة لا جذرية إلا فهمت غير الشرح، جزء واحد وجزء جوج، عفوا هنا فيها 8 الأجزاء، إلا فهمت مثلا غير الجزء الأول ولا الجزء الثاني ولا يعني فهمت صافي ما لقيتش مشكل، صافي وقف، ما تزيدش تضيع الوقت ديالك، صحيح؟ إلا ما فهمتش تفرج الفيديو كامل، ما تخسر والو، بحال كتفرج في شي مسلسل. لو كان عندك مسلسل غتبعو كامل الحلقات، وعندك مسلسل بسيط اللي غادي يفيدك في حياتك كاملة، دونك تبع هذا المسلسل الله يرضي عليك، صحيح؟ كي تفهم الدرس نتاع النهايات تفهمو مزيان وضبطو، تما ممكن تمشي عند درس تاع النهايات والاتصال، تمشي عند المستوى الثانوي، ثانية بكالوريا علمي، وكتلقى أول درس اللي هو درس نهايات والاتصال. ممكن كليكي على درس هنا. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، سمعوا لي مزيان. دونك هذه مراجعة فقط، ما دخلاش في الدرس، مراجعة فقط، ما دخلاش في الدرس، غير صفتوا لشي تلامذة ودرت لهم تصحيح. فوقاش كيبدا الدرس؟ هنا، هنا عفوا، منين كيبدا الدرس؟ من هنا. اتصال دالة عددية في نقطة، تصحيح التمرين، اتصال دالة عددية على مجال، تصحيح التمرين، مبرهنات القيم الوسطية، تصحيح التمرين. كيفاش غندير نقرا هادشي؟ كل الفقرات مشروحة وبطريقة بسيطة جدا، والدليل أنها بسيطة هو التعليقات ديال التلامذ في الدرس نتاع الثانيه بكالوريا، في الصفحه ديال الثانيه بكالوريا قرا التعليقات وغتفهم بان اغلب التلاميذ كيفهموا الدرس جيد. اذا كتكليكي على الفقره الاولى اللي هي اتصال ديال العدديه في نقطه، مع العلم انك تكون فاهم درس النهايات، كتكليكي هنا وكتقرا هذه الجمله اللي مكتوبه هنا ضروري باش تعرف شنو كاين، وكتفرج في لا فيديو الشرح بالكامل، تبعو تبع لا فيديو، جبد ورقه وستيلو، شوف الله يرضي عليك، دير دفتر للمراجعه، داك الدفتر ديال المراجعه مثلا الصفحه الاولى كتب فيها نهايه الاتصال، دير الفقره الاولى اتصال ديال العدد نقطه، اي حاجه فهمتها ولا اي حاجه يعني استوعبتها بسهوله كتب، دير واحد ليطوال وكتب ديك الفكره اللي فهمت انطلاق من هذا الفيديو، صحيح؟ كي كتفهم تعريف جوج ما تخافش، حنا رانا كنشرحوا لك يعني بكل الوسائل، كاين الوسيله الاولى، الوسيله الثانيه، التعريف الاول، التعريف الثاني، الى غير ذلك. كي كتكمل الشرح كتمشي عند التمارين، خدم التمارين الله يرضي عليك، خدم التمارين، حاول معاه ودبز معاه، الا ما فهمتش ارجع للفيديو، عاود ارجع للفيديو حتى تفهم، حتى تقدر تخدم التمارين راسك. كي تخدم التمارين باش تاكد بان ما عندك صحيح ولا عندك خطا، كتمشي عند تصحيح التمرين من هنا، كتكليك على التصحيح من هنا، متفقين؟ مزيان. دونك التعليقات هما دابا بانوا، دونك انت كتلقى تعليقات كلها ايجابيه، كلها ايجابيه، متفقين؟ يعني كل يعني الحمد لله قدرنا اننا نشرحوا هذه الفقره هذه ولا هذا الدرس هذا ولا درس نتاع نهايه الاتصال لاغلب التلاميذ، وهذا هو الهدف من موقع رياضه كل المستويات، هو انه يبسط ويشرح الدروس
اغلب التلاميذ سواء كانوا ضعاف متوسطين ممتازين، اغلب التلاميذ خصهم يفهموا كنديروا مجهود والكمال لله. ما غاديش نقول لك عندنا العصا السحريه ولا لا، كنديروا مجهود والحمد لله كنقدموا لكم الخدمه بالمجان بالمجان. الاعلانات الاشهارات فقط لدعم الموقع، فقط لدعم الموقع، المداخل ديالها قليله، فقط لدعم الموقع باش نكونوا قادرين اننا نشريو دومين، اننا قادرين نديروا الاشهار للموقع، اننا قادرين نديروا شي واحد يعاوننا في المونتاج، قادرين نشريو واحد القالب جيد للموقع ولا نبرمجوا واحد الموقع الى غير ذلك. وعندنا اهداف نوصلوا لها، وكل هذه الاهداف في خدمتكم، في خدمه التلميذ. اذا كي نكمل الفقره الاولى وننجز التمرين ونمشي نشوف التصحيح، كنرجع ما خسر والو، نرجع نمشي عند الفقره الثانيه، اتصال العدديه على مجال، نتابع الفيديو مزيان ونتبع حتى نفهمو مزيان، وندير ورقه حدايا ونكتب ملخصات، نكتب ملخص يعني كل فقره نكتب لها التلخيص ديالها في ديك الورقه اللي عندي، وكنشوف التمرين، نحاول نخدم التمرين، من بعد كنقرا نكليكي على تصحيح التمرين، تفقين تصحيح التمرين التطبيقي الى غير ذلك. اذا من بعد كنمشي عند الفقره المواليه، تفقين كي كنسالي الفقرات كاملين نفهمهم مزيان، كنلقاو التمارين، كنلقاو التمارين هذا كاين طاف شحال من تمرين، 19 تمرين، وسوف نضيف تمارين اخرى، ما غاديش نوقفوا هنا، حنا ما نوقفوش، حنا كل ما كيصيفط لنا تلميذ وهادو نتاع هذا العام هو شهر 11 9 ما وصلش 15 يوم بلي شرحناه، اي تلميذ كيصيفط لنا تمرين كنديروه في لا ليست داتونت قائمه الانتظار، الا وصلنا الوقت كنصحوه، ما وصلناش الوقت ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي عطى الله، متفقين؟ وكتلقاو حتى اختبارات لتحت، كتلقاو سلسله تمارين، وكتلقاو حتى فروض، يعني نموذج فرد محروسة، نموذج آخر فرد محروسة رقم واحد، عفوا فرد محروسة رقم واحد إلى غير ذلك. إذا كتلقاو حتى فروض وكتصحو حتى هاد الفروض هادو، متفقين؟ إذا يعني بنفس الطريقة من بغي نمشي للدرس الموالي الثانوي الثانية باقي علمي، كنمشي على الدرس ديال الاشتقاق إلى غير ذلك، دلالة الجدار النوني، دلالة الجزء الصحيح، الاشتقاق إلى غير ذلك، صحيح؟ بالنسبة لدلالة الجزء الصحيح العلوم التجريبية ما عندهمش لا العلوم الاقتصادية ولا العلوم التقنية، كاين فقط عند العلوم الرياضية، صحيح؟ إذا انتهى الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر بحول الله، والله يوفق.